بون بونجور، نعاود لكم لا كيستيون اللي كان يسقسي فيها هو دوك. شكون سامع بلي سكوت الجيريان؟ اوكي نوت غود. شكون اللي بالنسبه ليه لي سكوت الجيريان جوست اورغانيزاسيون تخدم مع الاولاد الصغار ويخرجوا في 1 نوفمبر و 5 جويلي؟ هزو هزو كل جسي فوالا. شكون عم بالو بلي لي سكوت يخدموا في دي بروجي بور لي جون كيما لي بروجي دونتربرينيريان؟ بيرسون جو سي. شكون عم بالو بلي لي سكوت يخدموا على الاس دي جيز؟ سي بيان. اسكو عم بالكم بلي الكشافه الاسلاميه الجزائريه واللي هي عضو من المنظمه الكشفيه العالميه يخدموا على الاس دي جيز، والمنظمه الكشفيه العالميه تعتبر الشريك الاول للامم المتحده في مسعاها في العمل على الاس دي جيز. لازمنا اون سيونس سبيسيال بور لو ماركتينغ تاع سكوت. داكور بون. نعرف نفسي، انا اسمي محمودي نور الهدى، عضو القياده العامه للكشافه الاسلاميه الجزائريه والمنسقه الوطنيه لتحدي الشباب الذي هو جزء من برنامج او مبادره جيل من غير حدود، اللي هي منظمه هذه المبادره هي مبادره عالميه منظمه من قبل الامم المتحده، فيها شراكات مع عده قطاعات خاصه وعامه تعنى بالشباب اللي ما بين 14 و 24 سنه. هذه المبادره كانت لاول مره العام الماضي في حوالي 16 دوله، شارك فيها اكثر من نصف مليون شاب، والجزائر لم تكن مشاركه. في عام 2019 الكشافه الاسلاميه الجزائريه بالتنسيق مع اليونيسف اخذوا المبادره على تنظيم هذه المسابقه هنا في الجزائر. شعار التحدي لهذا العام هو Our Time, Our Turn, Our Future. كما سبق أن ذكرت، هذه المبادرة مخصصة للشباب ما بين 14 إلى 24 سنة الذين لديهم مشاريع أفكار لمشاريع خلاقة، إنما يحتاجون الدعم وخاصة منه الدعم المالي. أهداف هذه المبادرة هي إشراك شباب ذوي الخلفيات الهشة ليكونوا جزءا من الحل لا فقط جزءا من المشكلة، دعم المشاريع الشبابية على كل المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى بناء مهارات المواطنة الفاعلة وريادة الأعمال، وأخيرا تسليط الضوء على المبدعين الشباب وقصصهم الملهمة. تدركون كما أدرك أن التسويق لأي قصص نجاح تعتمد على storytelling. It's all about storytelling. If you are a good storyteller, your project will succeed. المحاور الثلاثة لهذا التحدي لهذا العام: أولاً التعليم، تحديد المهارات اللازمة في سوق العمل بدقة، فتح مجالات التعليم للشباب الغير متمدرس. نركز على التعليم الرسمي أو الغير رسمي formal and non-formal education. التوظيف، خلق فرص عمل جديدة، خلق روح وثقافة ريادة الأعمال، إضافة إلى خلق الجسور ما بين عالم التعليم وعالم الشغل والتقليل من الفجوة ما بين العالمين. أخيرا التمكين المدني للشباب وفتح المجال ليكونوا جزء من الحل، والتأكيد على أهمية مساهمتهم في حل المشاكل التي تواجههم. لربما يتساءل الواحد، ما هو نوع هذه المشاريع التي تسعون إليها؟ لو سمحت نقرب لكم الفكرة نوعا ما بالمشروع الفائز بالمرتبة الأولى عالميا في النسخة الأولى من هذه المسابقة. المرتبة الأولى كانت من نصيب شباب تايلاندي ذوي سوابق عدلية، واجهوا مشكلة في إيجاد مناصب عمل بعد خروجهم من المؤسسات العقابية. بالتالي انطلاقا من هذه المعاناة الشخصية وجدوا فكرة وعملوا على تجسيدها وربحوا بها. الفكرة كانت عبارة عن تطبيق إلكتروني يحوي فقط عروض عمل موجهة للشباب ذوي السوابق العدلية. بالتالي أي شخص عنده سوابق عدلية يريد عمل يتوجه مباشرة هذا التطبيق، أي جوب أوفر يلقاه فيما يدرك جيدا أنه سيتم الحكم عليه وفقا لمهاراته وخبراته لا وفقا لماضيه أو سوابقه العدلية. بالنسبة لهذه القيم، لقيم هذه المبادرة، هي مقاربة مبنية وفق حقوق الإنسان، الاعتراف بدور الشباب في بناء مستقبلهم الفعال. في يومنا هذا الكثير يتكلم عن
حقوق المرأة، حقوق الطفل، حقوق الإنسان بشكل عام، إنما كاين مصطلح يسقط من هذه المصطلحات وهو حقوق شباب، youth rights. هذا المصطلح يحتاج أن يسلط عليه الضوء أكثر في مجتمعاتنا بصفة عامة ومجتمعنا الجزائري بصفة خاصة. قاعدة قوية للنمو، كل الشباب لديهم فرصة لتنمية مهاراتهم مهما كانت وعلى اختلافها من خلال هذه المبادرة، من الشباب وإلى الشباب. شباب يجد حلول لشباب آخر، شباب هم أصحاب المشكلة، الشباب هم أصحاب الحل. التسويق لشباب ك problem solvers، part of the solution not only part of the problem. كلنا متساوون، هذه المبادرة مفتوحة للجميع بغض النظر عن الجنس، المعتقد، الفكر، باستثناء العمر من 14-24. عملية الاختيار ستكون شفافة وفقا للأفكار المقترحة، بالتالي هي مفتوحة لكل الشباب الجزائري، ليس فقط للشباب الكشفي، إنما للشباب الكشفي والشباب اللا كشفي. هي فرصة للتعلم والتشبيك أيضا. إضافة إلى الكشافة الإسلامية الجزائرية واليونيسف، سيكون معنا عدة شركاء من قطاعات حكومية وقطاعات خاصة، بالتالي ستكون فرصة للشباب للتسويق لمشاريعهم وبناء شبكة علاقات ستساعدهم مستقبلا. مراحل هذا التحدي ستكون كالآتي. مراحل المشروع على المستوى الوطني. المشروع تم إطلاقه في أكتوبر 2019، وآخر أجل للتسجيلات سيكون 31 ديسمبر، يعني بعد أقل من أسبوع. هناك أونلاين بلاتفورم للتسجيل، حيث التسجيل يكون وفق فرق، الفريق يتكون من 3 إلى 5 أفراد. بعد التسجيل الإلكتروني ستتم عملية انتقاء من Special Selection Committee، يتم انتقاء أحسن 15 فريق بمن لديهم أفكار تبدو واعدة وقابلة للإنجاز وللتجسيد. بعد هذا، هذا 15 فريق سيتجهون إلى بوت كامب أو مخيم تدريبي، سيعقد في شهر فيفريي بحول الله في سيدي فرج لمدة 3 أيام مع خبراء في عدة مجالات. أثناء هذا أو في نهاية هذا المخيم التدريبي سيتم اختيار أحسن خمس أفكار واعدة. سيزود كل فريق من هذه الفرق الخمسة بمدرب كوتش زائد مبلغ $1,000 لبداية العمل على تجسيد هذه الفكرة. من نهاية شهر فيفريي إلى غاية شهر ماي راح تكون عملية بداية التجسيد الفعلية للأفكار. في شهر ماي بحول الله top 2 out of those top 5 أحسن فكرتين من الأفكار الخمسة المختارة سابقا سيتم انتقاؤها لتمثيل الجزائر في المسابقة العالمية التي ستكون بحول الله في نيويورك. الجائزة النهائية هي $20,000. هدفنا من هذا المبادرة ككل هو تسليط الضوء على المشاريع الجزائرية الشابة، ربط حلقة وصل بين الشباب وصانعي القرار اللي ممكن يساعدوهم على تجسيد هذه المشاريع، وأخيرا نطمح أنه على الأقل top 5 on the global level يكونوا فيهم شباب جزائري، ونحن قادرون على ذلك. وشدت العديد من شباب الجزائري اللي لمع في سنة 2019 وربحوا في عديد مسابقات startups and entrepreneurship all around the world. So why not here? So it's now or never. Thank you for your attention.